وقعنا بالزورة من ورا هاليو. لك العمى وانو هذا تبع الصهريج اتأخر. لا اوصف. عمى شو هيدا؟ لك شو خوفنا وعطلنا قلبنا؟ مرحبا ابو عزيز. لو شو قصتك؟ فكرناك شي مداهمة، فكرناك شي سياسة، شي وزير نازل توقف مع الشعب المعطر. محسوبك اهم من اي زعيم سياسي، ملك الصهريج ابو شفرع. كيف يعني كيف؟ يا حبيبي ممنوع يفوت صهريج على المنطقة غير ما يكون تابع لابو شفرع، ما هيك يا شباب؟ اكيد. طيب فهمنا. قديش الالف لتر؟ الالف لتر يا ابو عزيز اذا كان مي نظيفة مكررة ب 200 دولار. ابو عزيز واذا كان الف لتر مي دغري من الارض وازي ب 100 دولار، واذا بدك مية مجرور الالف لتر الك ب 10 دولار. شو انت من اي واحد بدك تعبي ابو عزيز؟ لا بدي لحشك انا. لك شو هلا بعد في المي ما تشربتوا فيها يا اخوات؟ ابو عزيز احفظ الادب، محسوبك ابو شفرة. ايه بدي لحشك ابو عزيز، بتعرف نحن بنحلق على الناشف. ايه مشان هيك مسمينك ابو شفرة، لانك عم تحلق لهالشعب المعطر على الناشف. لا يا ابو عزيز، مش بس بنحلق على الناشف، كمان بنقص له. تمام ما قطعت له. لك لك جايين تدعوا لنا مية مجرير؟ لو عم تتبشروا على العالم المعطرة، مية شو عم فيها بضاعيت يا اولاد؟ اخت اللي جابكن علينا، بس ما الحق عليكم حق هالدولة اللي سمعتكم تيجوا تعملوا علينا زعمة، تعملوا رياسة على ظهر الشعب المعطر. لك يا اذا بخليك تروح من هون وتعبي بشي محل تاني الله لا يخليني. لك يا انت عم تفك الناس، بس ما حدا حي الا ابو عزيز. اسمي ابو عزيز وبغني على النوتة. وقعنا بالزورة من ورا هاليو.